عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب، ولازلنا في دراستنا لسفر أعمال الرسل. في البداية اسمح لي أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الأخ يوسف رياض أهلا بك، الأخ فايز فؤاد أهلا بك، الأخ عياد ظريف أهلا بك. وصلنا لأصحاح 7، وفي الحلقة ديت هناخد الجزء الأولاني منه، الأعداد من 1 لـ29. في البداية أخ يوسف، لو تدينا فكرة عن الأصحاح وتقسيمه. هو الأصحاح بسيط لأنه عبارة عن خطاب واحد طويل، هو أطول أصحاح في سفر أعمال الرسل، وأطول خطاب من الخطابات الـ 12 اللي موجودة في سفر الأعمال، قالها استفانوس وهو قدام مجمع السنهدريم اللي كانوا بيحكموه بأربع تهم، إنه بيتكلم بكلام ضد موسى وضد الله وضد الموضع المقدس وضد الناموس. ابتدى استفانوس في خطابه لكنه لم يدافع عن نفسه، لم يقف موقف المتهم لكي يدافع عن تهم كاذبة، لكن بالروح القدس وقف موقف ممثل الادعاء، واتهم الأمة كلها من أولها لآخرها، من بدايتها وحتى نهايتها، بالتمرد والعصيان على الله. ما خلوهوش يكمل الخطاب، وفي آخر الأصحاح هنلاقيهم جروه خارجا ورجموه، وكان استفانوس بذلك هو أول شهيد في المسيحية، تبعه ما لا يحصى من الشهداء، وكلهم لهم إكليل الحياة كما وعد المسيح. إبراهيم في خطاب استفانوس. توقف استفانوس في خطابه عند 3 من رجال الإيمان، هم إبراهيم ويوسف وموسى، كعلامات بارزة في تاريخ شعب الله. إبراهيم دعي فأطاع، وبالإيمان امتلك وعد الله الذي كان قد أعطاه له قبل ولادة إسحاق. كان نسله سيتغرب في مصر ويستعبد هناك، ثم يخرج منها ليعبد الرب، كما قال الرب لموسى هنا: ويعبدونني، وهي كلمات من شأنها أن تمس ضمير هذا الشعب العنيد والمتمرد لو كان عندهم بقية قلب أو ضمير. وقد أطال استفانوس في سرد تاريخ إبراهيم ليظهر معرفته بتاريخ أمته وحبه لها، وليبين أن إبراهيم كان يعبد الله بطريقة مقبولة، مع أن عبادته لم تكن محددة بمكان معين. وكان استفانوس قد اتهم بالكلام ضد الهيكل، ذلك الموضع المقدس. وكانت النقاط البارزة في حياة إبراهيم كما ذكرها استفانوس هي: 1، دعوة الله له فيما بين النهرين. 2، رحلته إلى حران وبعد ذلك إلى كنعان. 3، وعد الله لإبراهيم بأرض كنعان، مع أن رئيس الآباء لم يعطى ولا جزءاً منها، كما برهن على ذلك شراؤه لمغارة المكفيلة لاستخدامها مدفناً. فإتمام هذا الوعد هو في طي المستقبل. 4، نبوة الله عن عبودية إسرائيل في مصر وعن خلاص حدث بعد ذلك، ولقد تمت هذه النبوة على أيدي رجلين كانت الأمة قد رفضتهما، يوسف وموسى. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا
يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختام، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثني عشر. الأصحاح زي ما حضرتك قلت عبارة عن عريضة اتهام بيستعرض فيها استفانوس التاريخ بتاع الشعب، ويثبت عليهم شرهم اللي يستوجبوا عليه القضاء. نقدر نقسمه الجزئيات، فخلينا نبتدي بأول 8 أعداد في الأصحاح دوت، تدينا فكرة عامة عنها وعن الموضوع بتاعها. هو بصفة عامة بدأ التاريخ بدءا من بداية الأمة، وبداية الأمة هي إبراهيم. وللعلم من آدم لإبراهيم 2000 سنة، ومن إبراهيم للمسيح 2000 سنة، كأن إبراهيم يقف في المنتصف في العهد القديم. مع أنه بيقف في المنتصف تاريخيا، لكن تلاحظ أن ما تكلمش الكتاب المقدس عن العالم القديم إلا في 10 أصحاحات من 1 إلى 10 من سفر التكوين. بداية من أصحاح 11 ابتدى يتكلم ويركز على إبراهيم وعلى التاريخ اللي بعد إبراهيم. فالكتاب المقدس بيعني في المقام الأول بتاريخ هذه الأمة. وكشخص فاهم تماما تاريخ الأمة، ويكلم أشخاص يعرفون ويفهمون جيدا تاريخ الأمة المسجل في توراتهم، أثبت لهم بما لا يدع مجالا للشك أنهم كانوا يعصون الرب من البداية. فبدأ من إبراهيم، وفي الحقيقة في التاريخ توقف عند 3 محطات رئيسية. هو سرد التاريخ 2000 سنة، لكن توقف عند إبراهيم، ثم توقف عند يوسف، ثم توقف عند موسى. يوسف وموسى واضح لماذا توقف عندهم، لأنهم مرفوضين مكروهين، رغم أنهم كانوا مرسلين. يوسف مرسل من أبيه، وموسى مرسل من الله، ومع ذلك رؤساء الآباء حسدوا يوسف، زي بالضبط ما حصل مع المسيح. وأيضا رفضوا موسى زي ما حصل بالضبط مع المسيح. فهو بيركز على فشل هذه الأمة، أو خليني أقولها بيذكر التاريخ من زاويتين، لأن كل التاريخ اللي في العالم بيثبت أمرين، ولا سيما التاريخ المقدس: أمانة الله من جانب، وفشل الشعب من الجانب الآخر. ما فيش تاريخ بيقول أكتر من كده، أن الله أمين وطويل البال، وأن الإنسان فاشل وتكرار فشله لافت للنظر. فابتدى يتكلم من أن إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم. وحنلاحظ أن هذا الأصحاح بيبدأ بإله المجد ويختم بمجد الله: أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الله ورأى مجد الله. يبقى استفانوس شاف مجد الله تماما كما رأى إبراهيم إله المجد في أول الأصحاح. وعاوز يوريهم أن إبراهيم كان يتميز بالطاعة، بينما بقية النسل تميز بالعصيان. وعشان كده المسيح قال لهم: أنا عارف أن أنتم ذرية إبراهيم، لكن أنتم مش أولاد إبراهيم. وهناك فارق بين الذرية والأولاد. أولاد يحملوا صفة الأب، ذرية ولادة جسدية لا تحمل أكثر من الصفات الوراثية الطبيعية. فهم ذرية إبراهيم زي ما قال المسيح، ولكنهم ليسوا أولاد إبراهيم. والمسيح قال لهم: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. أنتم عايزين تقتلوني، هذا ما لم يفعله إبراهيم. إبراهيم ما رجمش حد، ما رجمش واحد مرسل من الله، بالعكس كان مطيعا لله، دعي فأطاع أن يخرج. إبراهيم أطاع، وكذلك إسحاق، وكذلك يعقوب. لكن أول ما ابتدى يبقى فيه هيبتدي التكاثر. فجاب يعقوب 12 من رؤساء الآباء، بكل أسف ظهر شرهم، لكن ظهرت التقوى في إبراهيم وفي إسحاق وفي يعقوب. لكن بعد ذلك كان التاريخ دامغ بشر وفساد وفشل هذه الأمة. كانت التهمة الموجهة ليه أنه هو بيتكلم بكلام ضد الله، فعايز يقوله أن الله الذي أتكلم عنه هذا هو إله المجد. فبرضو نوع مش من بيدافع عن نفسه، لكن يثبت أنه كلامه بدءا من هذا الكلام هو يتكلم عن الله باعتباره إله المجد. بيلفت نظري التناغم والانسجام بين العهد القديم والعهد الجديد، وده يبرهن أن كاتب العهد القديم والعهد الجديد هو شخص واحد، هو الروح القدس. لما نقرأ قصة خروج إبراهيم وتارح من أرضهم إلى كنعان ونقرأها هنا، يبدو أن في اختلاف ظاهري، لكن الحقيقة هو مش اختلاف ظاهري، لكن هو بيفسر بعضه. يعني مثلا في التكوين بيقول أن تارح هو اللي خرج وأخذ ابنه،
بينما هنا الدعوة موجهة إلى إبراهيم. طبعا القصة ما فيش تناقض لأن الدعوة وجهت إلى إبراهيم، لكن الشرقيين بيوقروا الآباء ويعني يعملوا اعتبار للعواطف الإنسانية، ففي الأرجح أن إبراهيم خد تارح معاه لكن سابه هو يقود المسيرة، وعشان كده ده يدي انطباع ليه تعوقوا وجم في نص السكة واستنوا شوية. برضو ممكن الخطاب هنا يقول لنا كيف أطاع إبراهيم الدعوة، إزاي بالرغم أنهم كانوا بيعبدوا الأوثان فيما بين النهرين، لكن الكلمة الجميلة ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. لما يظهر إله المجد بنفسه ويوجه دعوة، أعتقد الدعوة بتبقى ملزمة، ما حدش يقدر يرفض دعوة بيوجهها إله المجد بنفسه. فالانسجام الهارموني بين العهد القديم والعهد الجديد يعني حاجة ملفتة للنظر، يعني تؤكد لنا أن هذا الكتاب فعلا هو كتاب الله. في عدد 3 قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك، لما كان في أور الكلدانيين. لكن بعد كده في سفر التكوين في أصحاح 12 يقول له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، لأن اللي عطله ارتباطه بأبوه. أخرج من بيت أبيك، ودي مهمة لناس كتيرة النهاردة اللي بيربطهم بالماضي وبالعائلة مخليهم ما يتبعوش المسيح، وده أمر خطير لأن دي دعوة إله المجد. ماذا كان يصبح إبراهيم لو لم يطع الله؟ كان يبقى إنسان عادي بيعبد الأصنام وتنتهي حياته إلى الضياع. وهكذا كل إنسان تتاح له فرصة أن يتبع المسيح ويرفض لأي اعتبارات، هو بيضيع أبديته. مش بس العيلة، يعني في ناس عاداتهم، أصدقائهم، اعتبارات تانية، كرامتهم، أي حاجة زي كده ممكن تخليه تبقى تارح بتاعه. بالضبط. طول ما تارح في حياته، طول ما البركة عطلانة في حياته، لحد ما يختفي هذا التارح من حياته. بالضبط. عشان كده يقول هنا ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه. والله اللي نقله، يعني الله بيساعد كل واحد عنده إخلاص، فشاف إخلاص جوه، بس زي ما تقول ممسوك بالروبوت دي، فمات أبوه وربنا أمشاله وحطه فيه، نقله، هو اللي نقله. وده تدخل الله عشان يتمم قصده، لأن الدعوة في أور الكلدانيين خرج أطاع فخرج، لكن هنا لأنه كان يعني تعطل في هذه المحطة فتدخل الله ونقله. خلوني ألفت نظر المشاهد العزيز لمفتاح من مفاتيح دراسة كلمة الله، معاني الأسماء. يعني هنا تارح معنى اسمه معوق أو تعوق أو معطل، ويبدو أن هو كان سبب التعطيل. يعني ده بالعبري معناه كده، تارح معوق أو معطل، وده ظهر أنه غالبا هو كان السبب اللي تعوق إبراهيم وجي في نص السكة قعد شوية، لكن رب حل المشكلة بطريقته، نقله بعدما مات أبوه. وزي ما بيقول الأخ عصام، تارح ده أو المعوق ده ممكن يكون حاجات كتيرة، مش دايما أبويا، ممكن مراتي، ابني، شغلي، أصدقائي، سمعتي، ثروتي، أي حاجة ليها الأولوية عن الرب يسوع المسيح. أنا برضو عايز أقول حاجة، يمكن لماذا اختار الله إبراهيم ليظهر لي كإله المجد؟ كل تأكيد كان شخصية مخلصة بيبحث عن الله، لأن الله بيوجد من اللي يطلبونه، من اللي بينتظره. عشان كده أنا بشجع أي مشاهد من أي خلفية، إذا أنت عايز تعرف الله، إخلاصك ورغبتك في أنك تعرف الله، ارفع قلبك ليه وقول له أنت تقدر تظهر لي ذاتك، تقدر تعرفني أنت مين، بغض النظر عن الناس بيقولوا، لكن أنت تقدر تعرفني أنت مين، والرب بكل تأكيد يكون أمين جدا معاك في أنه يظهر لك ذاته ويعرفك الحق والحقيقة. يلفت النظر كمان أن الله عارف المستقبل، لما بيكلمنا في عدد 6 وتكلم الله هكذا، أن يكون نسل متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة. كلام ده تم حرفيا، الله بيقوله لإبراهيم قبل ما يحصل، وكأن عاوز يأكد لنا أن الكتاب المقدس اسمه الكلمة النبوية، مخبر، الله مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل ما صارت. كتاب المقدس ده كلمة نبوية، مليان بالنبوات اللي تمت في المسيح، ومليان بالنبوات اللي حتتم قريب. والذي ينكر أن الكتاب نبوي وأن النبوات حتتم حرفيا يراجع حساباته، لأنه مخطئ في ذلك. يمكن ده كمان يفكرنا بالتاريخ المعاصر، أنه الألام التي يصادفها شعب الرب في الطريق، الرب كمان كان بيقول للتلاميذ لقد كلمتكم بهذا لكي يكون لكم في سلام، سيكون لكم
في العالم ضيق. صحيح. فالرب باعتباره العالم بكل شيء برضو كان بيشرح الطريق قدام شعبه. هنا الرب برضو شرح الطريق قدام إبراهيم، نسلك سيتغرب وسيضطهد وسيستعبد، لكن حتى الاضطهاد والعبودية محددة بزمان، الله يتدخل علشان يخرج هذا الشعب. وبرضو رسالة للمتألمين من شعب الله في هذه الأيام، إن الألام والضيقات الرب شرحها في الطريق وقال لنا عليها، لكنها أيضا محسوبة بدقة بتوقيت محدد. احنا أشرنا من شوية أخ عياد إن في محطتين رئيسيتين، يوسف وموسى، من بعد إبراهيم لغاية المسيح يوسف وموسى. يوسف هو اللي سبب إن نسل إبراهيم يتغرب في أرض مصر، وموسى هو اللي طلع الشعب من أرض مصر. وكأن الله عارف اللي هيحصل وبيتكلم عن اللي هيحصل بعد 400 سنة، كأنه قدامه بيشوف اللي قدامه وبيقوله، وبيجهز الوسيلة كمان، بيجهز الوسيلة. صحيح. أحيانا بتساءل إيه القوة اللي خلت إبراهيم يخرج من أرضه ومن أهله؟ ده مش كلام سهل يعني، إحنا بنقولها آية كده، لكن تخيل واحد تقول له سيب أرضك وأهلك وبعد شوية سيب بيت أبيك واخرج لحتة أنا ما أعرفها، أنت ما تعرفهاش. ده مش النهاردة الكلام ده، أيام الموبايلات والطيارات. أي بالظبط. ده أيام ما كان اللي يسافر يبقى مش حقيقي، مش هنشوف تاني. بالظبط بالظبط. فأنا بفتكر اللي اتقال عنه في العبرانيين، إنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكنه خرج وهو يعلم مع من يذهب. يعني الرفقة في الطريق هي الأهم. بيقولوا في الأمثال، يعني الأمثال الشعبية، بيقولوا اختار الرفيق قبل الطريق، وإبراهيم عمل كده، اختار الرفيق، وكان نعم الرفيق أن يكون رفيقا لله، وهو بعد كده دعي حتى صديق الله أو خليل الله، زي ما بيعرفوا كل الناس اللي بيسمعوا عنه وبيعرفوه. عدد النفوس النازلة إلى مصر. نقرأ في رواية استفانوس في سفر الأعمال الأصحاح السابع: فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا. بينما نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 46: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا، وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. وبقراءة متأنية مدققة يمكننا أن نتبين أن سفر التكوين يذكر أولاً عدد الذين من صلب يعقوب، أي أبنائه وأحفاده، بدون نساء أبنائه لأنهم ليسوا من صلبه، وهؤلاء عددهم 66 نفساً. ثم عندما نضيف ابني يوسف ويوسف ويعقوب نفسه، يصير مجموع نفوس بيت يعقوب الموجودين في مصر 70 نفساً. أما استفانوس فيحسب يعقوب وجميع عشيرته الذين أتوا من كنعان، فيضيف عليهم النساء، وكان هؤلاء عددهم 9، حيث كانت أسنات في مصر فلم تنزل، وامرأة يهوذا كانت قد ماتت، والأرجح أن زوجة شمعون كانت قد ماتت. وهكذا فإن 66 زائد 9 يساوي 75. ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان، وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا، أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا. بدنا للمحطة اللي بعديها، محطة يوسف
اللي نبتدي نقرأ عنها في الأعداد من 9 إلى 14. أخي فايز من فضلك دينا فكرة عن الأعداد ديت. هو في الجزء ده استفانوس بيؤكد أن التاريخ بيعيد نفسه وأن الأبناء مش أفضل من الأباء، ودي عوايدهم في كل التاريخ. في كل مرة الرب أرسل ليهم رسل، وفي كل مرة الرب أرسل ليهم مخلصين، هم رفضوهم وأهنوهم وأبعدوهم عنه. وهو بيستعرض شخصية مهمة جدا في التاريخ اليهودي، شخصية يوسف، وبيختار كلمات يعني كأنها بيفكرهم أن اللي حصل يوسف هو نفسه اللي عملته مع الرب يسوع المسيح. فبيختار بيقول مثلا يوسف حسدوه وبعوه، والرب الله كان معه، أنقذه من كل ضيقاته، أعطاه نعمة وحكمة، أقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. وإحنا عارفين أن يوسف ده من أعظم الرموز للرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس. يعني التفاصيل لو حبينا نتتبعها مش هتكفينا حلقات كتيرة، لكن خلينا أقول أن يوسف هو موضوع محبة أبيه، يوسف هو صاحب القميص الملون، يوسف اللي إخواته حسدوه، يوسف اللي صاحب الأحلام والأحلام كانت تنبئ برفعته، ويلفت النظر أنه ما كان حلم واحد كافي أنه يظهر مجد يوسف المستقبلي، لكن ما يكفيش عشان يظهر مجد المسيح المستقبلي، لازم حلمين، حلم يتكلم عن ما هو في السماء وحلم يتكلم عن ما هو في الأرض. ده مش الموضوع بقى يوسف، ده الموضوع الرب يسوع المسيح اللي الرب هيجمع في أزمنة رد كل شيء، كل شيء ما في السماء وما على الأرض. فعشان كده حلمين، عشان الأمر مش يخص يوسف، يخص المسيح. وبعدين هو الآب بعته عشان يفتقد سلامتهم، وهو رحمة لهمش كان ممكن يرجع ويستعفي، ده هو اللي دور عليهم، وهم لما شافوه قال هو ذا صاحب الأحلام، آت نخلص منه. والجميل انه راح بقميصه الملون. يعني انا بتعجب يعقوب انت بعت يوسف لاخواته، واخواته بيكرهوه وبيحسدوه، بعته ليه بالقميص الملون؟ يعني دي صوره جميله للرب يسوع المسيح اللي لما جه هنا على الارض جيب قميصه الملون اللي بيتكلم عن امجاده الادبيه. لم هو سطر صوره الله تحت صوره العبد، لكن ما خلعش لاهوته، يعني لم يتخلى عن مجد لاهوته اطلاقا. كان هو الله في كل ما هو الله، مع كونه صار إنسانا في كل ما هو الإنسان. لكن القصة بتقول إن هم رفضوه، باعوه وأهين في مصر، واتدبرت له التهمة الظالمة، لكن الرب ليه مقاصد تانية. اللي أهين ودخل السجن كان يجب أن يمجد، مجد يوسف وصار مخلصا. والاسم الجميل اللي اتقال عنه صفنات فنيح اللي اتسمى بيه هو مخلص العالم وكاشف الأسرار، واخواته لازم يسجدوا له. والخلاص من المجاعة اللي أرسلها الرب مرتبط بالسجود ليوسف، يوسف هو الوحيد اللي سدد الاحتياجات في زمن المجاعة. هو بيستعرض قدامهم التاريخ وكانوا بيقول لهم ما هي دي عوايدكم، هو أنتوا أفضل من أبائكم؟ ما هو اللي حصل قبل كده هو ده اللي بيحصل، لكن الخلاص بهذا الشخص اللي أنتوا رفضتوه لكنه الآن ممجد في السماء. أما يقول في عدد 13 وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى أخواته. المرة الثانية بتفكرني بمجيء المسيح الثاني، في مجيء الأولاني إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، العالم لم يعرفه. في المرة الثانية لما هيجي المسيح مرة ثانية خاصته هتقبله والعالم هيعرفه، مفيش حد مش هيسجد ليه، كل ركبة في السماء والأرض وتحت الأرض. فقصة يوسف فعلا زي ما حضرتك قلت بتصور لينا، يعني هي صورة صغيرة، مجسم صغير لقصة الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية اللي هو قصة المسيح. هي المرة الثانية يمكن المشاهد العزيز أفكره أن إخواته نزلوا له مرتين مصر. المرة الأولى هو عرفهم إن هم معرفهوش، وهو اتعامل معهم بجفاء، ويعني جمعهم في حبس لمدة 3 أيام وتكلم معهم بطريقة قاسية جدا، هم خافوا منه. ما كانش ممكن يعرف نفسه ليهم إلا لما يتوبوا من جوه. لو قال لهم أنا يوسف أخوكم هيسجدوا له عن يعني بخوف ورعب، مش عن توبة حقيقية وبمحبة حقيقية. فالمرة الأولى حتى أساءوا فهم لما فتحوا كل واحد العدال بتاعه ولقى الفضة، يعني طارت قلوبهم وقالوا ما هذا الذي فعله الرب بنا. الضمير الشرير يخلي حتى معاملات الرب الحلوة تتفسر غلط. كان لازم يتوبوا من قلوبهم توبة حقيقية، وده ما حصلش إلا بمعاملات قاسية شوية، لكن في الآخر بان إن هم اتغيروا لما يوسف
قال لما يهوذا قال يمكث عبدك عرضا عن الغلام ويصعد الغلام الى ابيه، كيف اصعد الى ابي وارى الشر الذي يصيب ابي؟ طب من امتى هم كانوا بيشفقوا على ابيه؟ ومن امتى كانوا بيراعوا اخوهم الصغير؟ هم اتغيروا، اول ما اتغيروا وتابوا يوسف عرف نفسه باخواته، عشان كده المره الثانيه اللي نزلوا فيها الى مصر. عجبتني مبينه كمان في الايه اللي بتقول ان رؤساء الاباء حسدوا يوسف وباعوه وكان الله معه. خلي الناس تعمل زي ما هي عايزه، لكن طول ما الله بيشتغل في المشهد يقول انه انقذه من جميع ضيقاته، اعطاه نعمه، اعطاه حكمه، وكانت النتيجه المجد اللي هو وصل ليه. شجع عزيزي المشاهد انه لو كان الناس بيعملوا زي ما بيعملوا معاك، خليك انت صح مع الله، خليك انت في صف الله وخلى الله في صفك، هتكون النتيجه في صالحك بكل تاكيد. الرب يسوع المسيح قال تاتي ساعه فيها تتفرقون كل واحد الى خصته وتتركوني وحدي، لكني لست وحدي لان الاب معي. عدد 14 بيقول فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا. الرقم ده يمكن بيثير بعض الأسئلة عند بعض المشاهدين لما يروحوا لسفر التكوين الصح 46 وخروج واحد ويلاقوه أن هناك العدد 66، وبعد كده في خروج واحد بيقولوا أنه هو 70. طبعا شرح لنا في سفر الخروج أنه 66 وإزاي وصل ل70، شرح لنا في سفر التكوين إزاي وصل ل70، لكن كمان في سفر الخروج قال لنا أنه 70. هنا بقى 70 ولا 75؟ يمكن لما نعرف أن هنا لما أشار أن اللي جم استدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته، طبعا عشيرته تشمل الأباء نفسهم وزوجاتهم، فلما نقول إن 66 زائد 9 نساء لبعض الأسباط فيبقى العدد عندنا وصل ل 75، فما فيش تعارض بين التكوين والخروج وهنا في سفر الأعمال. هو فعلا 9 زوجات، لأن مرات يهوذا كانت ماتت في تكوين 38، وأيضا مرات شمعون كانت ماتت، فيبقى 9 زائد 66 بقينا 75. تمام. يوسف في خطاب استفانوس. من كل الرموز التي ترمز للمسيح في العهد القديم، كان يوسف أوضح رمز للمسيح. وقصة يوسف مرفوضاً من إخوته، ممجداً بواسطة فرعون، صورة واضحة لكراهية اليهود للرب يسوع المسيح وللمركز المجيد الذي أعطاه له الله بعد أن أنقذه من جميع ضيقاته. وبالتأكيد فإن اليهود في أيام استفانوس شعروا بتبكيت شديد عندما سمعوا استعراض استفانوس لحياة يوسف، فتذكروا ما فعلوه بيسوع الناصري من النقاط التالية في قصة يوسف. 1، إخوة يوسف باعوه إلى مصر. 2، رفع هذا الشخص الذي رفض إلى مركز القوة والمجد في مصر. 3، دفع الجوع إخوة يوسف للذهاب إلى مصر ولكنهم لم يتعرفوا على أخيهم. 4، في المرة الثانية عرف يوسف إخوته بنفسه، وهكذا خلص هذا الشخص المرفوض عائلته. 5، موت رؤساء الآباء ودفنهم في أرض كنعان. 6، النمو والازدياد في عدد عائلة يعقوب في مصر وعبوديتهم بعد موت يوسف. وهذا بالطبع يعد أذهاننا للخطوة التالية في دفاع استفانوس، وهي المعاملة التي تلقاها موسى على يد شعبه. فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيمة ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمورة أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. طب أخ عايد، أنت دخلتنا في الجزء اللي بعديه بقى من 15 ل19 نزول يعقوب، فأدينا فكرة عامة عنده. هو بدأ من عدد 15، هو بيمهد علشان يتكلم عن موسى، ودي الشخصية التانية
يعني موسى هو الشخص الذي سوف يخرج الشعب من أرض مصر. موسى دخل الشعب إلى أرض مصر، وبرضه كان استفانوس بيتهم أنه هو تكلم كلام ضد موسى كما تكلم كلام ضد الله، وهيتكلم أو تكلم كلام ضد الناموس وضد الموضع المقدس اللي هو الهيكل. فهنا بيمهد الكلام علشان يتكلم عن موسى. لكن قبل ما يتكلم عن موسى لازم يقول إزاي الشعب دخل إلى أرض مصر. قال لنا أن يوسف استدعى أباه ودخلوا إلى أرض مصر، ولما قال ان في ناس كانت في ارض مصر وماتوا قال ان هم نقلوا الى شكيم. حتى عايز يقول ان الناس الاموات كان عندهم الرجاء وكان عندهم الوصيه ان احنا لن نستمر حتى باجسادنا هنا في ارض مصر، احنا لازم نطلع من ارض مصر. فهنا عايز يقول لنا ان ده كان تمهيد ان الله لازم يطلع شعبه من ارض مصر. يمكن برضو في جزئيه بيبقى عندها برضو اسئله عند بعض المشاهدين لما بيقول ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضه من بني حمور أبي شكيم. هو اللي اشترى القبر من بني حمور أبي شكيم بحسب تكوين 33 يقول لنا الكتاب أنه يعقوب اشترى أرض في شكيم، لكن في تكوين 23 إبراهيم اشترى أرض في حبرون. فعايز يقول يعني ممكن يكون أنه الأرض دية اللي اشتراها إبراهيم قد تكون اتخذت في وقت من الأوقات وأعاد يعقوب اشتراء هذه الأرض تاني، فما فيش تعارض من اللي اشترى الأرض سواء كان يعقوب أو سواء كان إبراهيم. لكن الحتة اللي عايز يصغرها هنا إن الشعب لازم يطلع من أرض مصر، وحتى الأباء اللي ماتوا كان عندهم من الرجاء إن احنا لازم نطلع من أرض مصر حتى بأجسادنا، لو كنا بعد الموت هنكون في أرض مصر لازم نطلع بأجسادنا. فالرب بمهد لوصول موسى الذي سوف يخلص الشعب من أرض مصر. عايز أقف عند الكلمة بتاعت إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف. بتصور أنه الأصباط وولادهم استقروا قوي وسندوا ظهرهم على فكرة أن فرعون والأسرة بتاعته أسرة الفرعون دوت شايلين الجميل على الراس ليوسف، فكانوا عايشين على حسهم. بس أحيانا رب يحب يقطم السند البشري في حياتنا، فأجي المستند اللي أنا بستند عليه يجي في يوم من الأيام يختفي عشان يفضل الله يقول لي أنا بس اللي بقي لك، انا بس اللي بقي لك. فيعني انا بصلي من قلب ان احنا نتعلم بالذات ان ظروفنا النهارده بتقول الكلام دوت، ان مفيش حد ينفع استند عليه الا الله الحي الذي لا يتغير. الى ان قام ملك اخر. اللغه اليونانيه لغه غنيه اللي اتكتب بيها العهد الجديد، عندهم كلمتين لاخر، اخر من ذات النوع واخر من نوع اخر. يعني مثلا لما يكلمنا عن ارسل اليكم معزيا اخر، اخر من نفس النوع، عشان كده المسيح أقنوم إلهي، الروح القدس أقنوم إلهي. لكن هنا آخر من نوع آخر، مش من نفس النوع، عايز يقول لنا آخر من أسرة مختلفة. وده بيع، وإحنا في مصر عارفين أن الفراعنة كانوا أسر، وعادة كعادة المصريين لغاية اليوم لما بتيجي أسرة بتحاول تزيل تماما كل حسن الأسرة السابقة. فعشان كده كل حد كان بتتعاطف معاه الأسرة القديمة لازم دول يضطهدوا من الأسرة الجديدة، وده اللي حصل هنا مع نسل إبراهيم نسل يعقوب الغلابة. يعني جايين متشالين في نين العين، قام ملك جديد فبقيوا مدوسين تحت الأقدام، اتغيرت الدنيا. واحد بس اللي ما بيتغيرش اللي هو الله، لأني أنا الرب لا أتغير فأنتم يا بني يعقوب لم تفنوا. عدد 17 لما بيقول وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. يعني أنا شايف أن الله سهران على كلمته وعلى وعده. الرب لما قال ليعقوب في سفر التكوين الصح 46 لا تخف من النزول إلى مصر، أنا هجعلك أمة عظيمة، أنا هباركك في الأرض ديت، أنا هخلي شعبك شعب عظيم. الرب لازم ينفذ وعده مهما كانت أي محاولات ضد هذا الشعب. وإن كان طبعا إحنا لسه الملك الآخر في الأجزاء دي هنتكلم عنه، لكن عايز يقول إن الله سهران على كلماته. قال ليعقوب ما تخافش وهباركك وهخلي شعبك عظيم. قال لنا هنا إن الشعب كان ينمو ويكثر في مصر. عايز من نفس الآية بس حاجة صغيرة، وقت الموعد. الله عنده وقته وعنده الميعاد بتاعه، إحنا أحيانا بنستعجل. أكيد الشعب كان بيستعجل تحت العبودية، إمتى إمتى إمتى؟ هو عنده وقته، عنده توقيت، وفي التوقيت بيعملها بالطريقة اللي هو رسمها ومخططها، فبتطلع أفضل نتيجة مش ممكن نتخيلها أصلا. هو ده اللي كان هيطلعهم. يعني هو لو كانوا في عز في مصر، لأن الملك اللي بيحب يوسف ما زال موجود، ما كانوش طلعوا. هو اللي طلعهم، الذل اللي طلعهم. ما ننساش إنهم نزلوا عشيرة أو عيلة
طلعوا شعب أمة. وإمتى تحولوا من شعب معدودين 66 ولا 70 ولا 75 حتى، بقيهم إلى 600 ألف محارب، يعني التعداد حوالي 2 مليون أو 3 مليون زي ما بيقولهم. إزاي تحولهم؟ في أي ظروف؟ في ظروف الذل. يقول بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. ودي طريقة ربنا بقى، يعني في الضيق رحبت لي أو رحبتني، يعني وسعتني. هو الضيق بيوسع ولا بيضايق؟ ربنا عنده بقى كيمياء غير الكيمياء بتاعت الناس، وعنده سياسة غير سياسة الناس. تيجي الضيقات لشعب الله، وزي ما قال واحد من القديسين الأوائل إن دماء الشهداء هي بذار الكنيسة. لولا الذل اللي جه في الكنيسة في البداية ما كانتش تبقى كنيسة قوية فتية كما حدث فعلا. كان ينمو الشعب ويكثر مش لأنه لكن بالرغم من أنه. لما نقرأ خروج واحد نلاقي أن فرعون الآخر ده أصدر ثلاث فرمانات أو عمل ثلاث خطط عشان يعني يخلي هذا الشعب يباد أو ما يتكسرش. الفرمان الأول وذلوهم وصقلوا عليهم الأثقال، لكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وازدادوا. الخطة الثانية للقابلتين إذا كان ولد موتوه، لكن الرب أعطى نعمة للعبرانيات ليسوا كالمصريات بيولدوا قبل ما تيجي القابلة، والرب لقى مخرج للقابلتين. الخطة الثالثة لكل الشعب، أي واحد يلاقي صبي يهودي في الشارع ممكن يمسكه يرميه في النهر ومعلوش أي مشكلة. لكن كل ده بتصور أن الساكن في السماوات يضحك والرب يستهزئ، رأيي يقوم وأفعل كل مصراتي. في الوقت المعين سيأتي المخلص وشعبي هيطلع في الوقت المعين. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. ده ينقلنا خياد للأعداد من 20 لـ29، اللي أرجو برضو أنك تدينا فكرة إضافية عنهم. هو يمكن بدل من عدد 20 هيتكلم عن موسى، وموسى ده الشخصية اللي برضو اتهم أنه هو بيتكلم عليها ويتكلم ضدها استفانوس. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. جميلا جدا تيجي بمعنى أنه جميل لله، يعني فيما يخص الله، هو لحساب الله، هو لله. باقي الكلام يقول لنا أن بنت فرعون ربطه لنفسها. في إرادتين هنا، إرادة الله أن موسى ده يكون ليا ينفذ مشيئتي في الشعب. بنت فرعون عندها إرادة أخرى أن هذا الشخص يكون ليا يجلس على الكرسي. وهنشوف أن الله بيجهز موسى عشان يكون ليه، وبنت فرعون بتجهزه عشان يكون ليها. وهنا في مشيئتين في تضاد، بس مشيئة مين هي لا تثبت؟ إرادة مين هي لا تثبت؟ يمكن تاريخ موسى مقسم لثلاث أقسام، كل قسم منه 40 سنة، ومعروف أنه يعني في 40 سنة الأولى كان تهذب موسى بكل حكمة المصريين. هنا بقى مشيئة بنت فرعون، مشيئة بنت فرعون عايزة تقول إن ده الذي سوف يتهذب بكل حكمة المصريين، هذه الحكمة سوف تأتي به على الكرسي على عرش مصر، وده هينفذ مشورتي أنا. لكن الله كان لازم ياخده بقى في 40 سنة تاني عشان ينسيه 40 سنة الأولى وينفذ مشيئته، ويرجع بال40 سنة التالتة عشان يطلع شعب
إسرائيل من أرض مصر. ففي البداية في مشيئتين، مشيئة بنت فرعون، مشيئة الله. مشيئة الله هي التي سوف تستمر لكي يستحضر موسى ويؤهل موسى لكي يكون صانع خلاص لهذا الشعب. طبعا موسى وهو لما خرج عشان ينظر في أثقال الشعب لقى واحد مصري وواحد من بني شعب ومن بني إسرائيل بيتخاصموا. طبعا الكتاب قال لنا أنه ضرب المصري وطمره في الرمل وأطلق الإسرائيلي، أطلق اللي من بني شعبه. تاني يوم لقى اتنين بقى من بني شعبه بيتخاصموا، قادهم للسلامة، لكن واحد منهم قال له أنت من أقامك علينا رئيسا ومخلصا؟ أنت فاكرة تعمل معايا زي اللي عملته؟ كانت هذه النقطة التي جعلت موسى يترك أرض مصر علشان يهرب إلى أرض مديان. يمكن دي بشوف فيها صورة للمسيح كالمخلص الذي أتى إلى خصته في البداية، وكان يريد أن يصنع لهم خلاصا. رفضوه، ولما رفضوه اتجه إلى الأمم، إلى مديان، وهناك ارتبط بامرأة. لكنه سوف يأتي موسى ثانية ويقبلوه كالمخلص ويطلعه من أرض مصر، والمسيح سوف يأتي أيضا ثانية وسيكون له اتصال شخصي بشعب الأرض الذي رفضوا في البداية، وسيملك عليهم في الملك الألفي. دي صورة بسيطة لخلاص موسى الذي كان يجهز لإعداده هنا. يعني مش لو كان قعد وبقي ملك مصر مش كان هيبقى أحسن يعني الشعب ويخدمهم يعني، ولا إيه رأيك حياة؟ الكتاب لما نحط الأجزاء كلها مع بعض تكمل لنا الصورة. رسالة العبرانيين يقول أنه العمل فيه هذا العمل هو الإيمان، فبالإيمان رأى عار المسيح فيه غنى أعظم من خزائن مصر. فكان يرى أنه في الخلاص الذي سوف يشبه بعمل المسيح هو الغنى. ممكن يقعد يعني أصوات تقول له ما تدخل في البرلمان أو تقعد على كرسي مصر، يمكن تصنع بهذا الخلاص، بهذا المنصب الرسمي لك خلاصا للشعب، لكن الله كان هو اللي بيقول أن أنا لا خلص الشعب. ويمكن موسى هنا وصل إلى مرحلة توافق مع مشيئة الله، مش أنا لا خلص الشعب، لكن الله هو اللي يخلص الشعب من العبودية. وحتى لو موسى ما عادش على كرسي مصر، الله يطلع الشعب. وحتى لو أنا كمسيحي ليس لي من يمثلني علشان يدافع عني في أي منصب حكومي، الله يجهز لي اللي بيدافع عني وهيجيب لي حقي لو كان الله عايز يجيب لي حقي. فالله هو صانع الخلاص. وأنا بتالي لو كان بقي ملك مصر كان هيخدم الشعب فعلا، لكن ما كانش هيطلعه، ما كانش هيطلعه إزاي؟ يعني عشان يطلعه لازم هو يرفض والشعب يرفض، فالله من وراء الضيق بينفذ خطته وأحكامه ما أبعدها عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ما يفوتنيش أبدي إعجابي بأبو موسى وأمه، لأن رسالة العبرانيين بتقول بالإيمان لما ولد موسى أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميل، أو زي ما الأخ عياد كان بيقول جميل لله أو جميل لكي يتمم أمور الله. والإيمان فكرهم لأنهم كانوا عارفين وقت الموعد الذي يقربه. الرب قال في الإبراهيم في تكوين 15 إنه شعبك هيكون مذل، وحدد المدة وقال وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هذه الأرض. وهي الست المحترمة والراجل المحترم حاسبين المواعيد ومنتظرين تتميم مشيئة الرب، وعملين يحسبوا الجيل الأول اللي نزل إلى مصر يعقوب كان معاه لاوي، والجيل الثاني كان قهات، والجيل الثالث عمرام، والجيل الرابع موسى. ولد موسى في الجيل الرابع، والصبي الإيمان قال جميل لكي يتمم أمور الله ويكون هو ده المخلص. الإيمان قال لهم كده، فعشان كده يعني لم يخشي أمر الملك، كأنهم بيقولوا فرعون يعمل اللي عايزه، أنا مش هنموت الولد ده، هو المخلص اللي طال انتظاره. بعد 3 شهور حطوه في النهر، عملوا له صفت. لكن يعني إعجابي بالشخصيتين اللي ما همهمش الوعيد ولا التهديد بتاع فرعون مصر، قال ما دام الرب نوى والمعاد جه وهو ده يبقى الرب هيتمم، مش هنحطه في مكان الموت. أنا إعجابي بقى بأبوهم، مش أبو بس موسى وأبوهم هم كمان، لأن أبو عمرام سماه عمرام الشعب المرتفع مع أنه كان في ذل، وسمى الأم يكابد يعني مجد الله. فين مجد الله؟ كان عندهم إيمان، مش شايفين، نحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى لأنها وقتية، بل إلى التي لا ترى لأنها أبدية. عزيزي المشاهد، بنشوف في الحلقة دي مخلص بيرسل ويرفض، لكنه ليس من الحكمة ولا العقل أن ترفض مخلص يريد أن يخلصك. رب بمد يده إليك اليوم يريد أن يخلصك، ليس من أرض عبودية فقط، لكن يخلصك خلاصا أبديا ويضمن لك مستقبلا أبديا سعيدا. أصلي من قلبي أن تنتفع بهذه اليد الممدودة لك. أشكركم أعزائي على وجودكم معنا في الاستوديو، وبستودعك لنعمة الرب. عزيز المشاهد، على أمل اللقاء في باقي دراسة أصحاح 7
حيث نرى أول شهيد ونرى كيف كان حنق البشر موجه للمسيح والكلام عنه. إلى أن نلتقي، أستودعك لرعاية الرب والرب معك.